بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى برنامجكم ضحى لقناة القرآن الكريم من شبكة قنوات التلفزيون الجزائري. أهلا بكم إلى هذه الرحلة المتجددة التي من خلالها سوف نتوقف عند عديد المحطات المتنوعة رفقة برنامج ضحى لنهار اليوم. في المستهل إليكم ما يلي. وفيك حل الرسول يا 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 طيبة يا طيبة ماذا أقول وفيك حل الرسول يا روضة الهادي الشفيع يا 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 روضة الشفيع يا الله يا علم الهدى صلى صلى عليك الله يا علم الهدى وجهه
وجهه مدبان. قد سقاني المنون في كؤوس الخران. قد سقاني المنون في قد سقاني المنون في كؤوس الغرام وبسحر العيون صادني بالسهام وبسحر قمر يجلو يجلد جل غلسي ظهر الأبصار أبصار مدخرة ظهر الأبصار أبصار مدخرة آمين يا عيني من شيبة الكلفي. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الفاضل في كل مكان. ضحى من قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري. موضوعنا في أول محطة هذا اللقاء سوف يكون عن رحلة العمر، الطريق إلى بيت الله الحرام. ضيفنا في هذه الفقرة مشاهدينا الأفاضل فضيلة الشيخ مبارك بن قاضي عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. شيخنا الفاضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة والحضور معنا في برنامج ضحى. وكما أسلفت قبل لحظات قليلة، حديثنا سوف يكون عن الحج. الحج حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. بداية وكدباجة، ما تعريفنا للحج؟ بارك الله فيك سيدي هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. هذه الرحلة وهي رحلة إلى بيت الله الحرام. نعم. وإلى مكان يهفو إليه كل الناس و يتلهف له كل مؤمن ومؤمنة أن يقصد بيت الله الحرام، لأن هذا الموسم هو موسم خيرات وموسم بركات وموسم منافع يشهدها الناس من كل صلب وحدب وصوب. رحلة الحج من الرحلات المهمة في حياة الفرد وحياة الأمة. وكما جاء في سؤالكم عن الحج، الحج لغة معناه القصد. الحج لغة معناه القصد، بمعنى أقصد المكان الفلاني. وفي اصطلاح العلماء وهو زيارة مكان مخصوص في وقت مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة.
يعني زيارة مكان مخصوص في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة وكذلك بشرائط مخصوصة. وعرفه بعضهم بأن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والمعنى العام وهو زيارة البيت العتيق والطواف به والسعي والوقوف بعرفة. زيارة البيت العتيق والطواف به سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا والوقوف بعرفة. فهذا هو التعريف بإيجاز عن الحج. طبعا نعود لأركان الحج شيخنا الفاضل، لنقف عندها وقوفا في هذه الفقرة. نعم، أركان الحج وهي الأركان التي لا تنجبر بالدم، بل لا بد من إيقاعها ولا بد من حدوثها. فإن لم يحصل ركن من هذه الأركان فالحج فاسد وباطل. وهذه الأركان هي أربعة، وهي الإحرام والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. يعني أركان الحج أربعة: الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. يعني الحج يجتمع مع العمرة في ثلاث: في الإحرام وفي السعي وفي الطواف. ولكن بالنسبة للوقوف بعرفة ليس من مستلزمات العمرة. وكما نعرف كذلك العمرة، العمرة وهي معناها الزيارة، وهي زيارة بيت الله العتيق والطواف به والسعي بالصفا والمروة. إذن هذه الأركان لو تكلمنا عليها بشيء من الإيجاز فقط. بالنسبة للإحرام، الإحرام وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك أو نية الدخول في الحج، وله أربعة ثلاثة أنواع. يعني الإحرام يعني ثلاث أنواع: الإفراد والتمتع والقران. الإفراد والتمتع فالمفرد بالحج وهو من يدخل إلى الحج مفردا، بمعنى بعد أن يصل إلى الميقات ويقوم بعملية تجرد من المخيط والمحيط ويصلي الركعتين يقول لبيك اللهم حج. تلبية. التلبية. فيلبي ويقول لبيك اللهم حج. نعم. فإذا ما جعل نية الحج فإنه يبقى إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يعني من إلى أن يتحلل الثالث عشر من ذي الحجة، يعني يبقى مفردا فقط ويبقى باللباس الإحرام. يعني من دخوله عنده غير من دخوله إلى مكة يقوم فقط بطواف القدوم، طواف القدوم، ثم يبقى في مكة يصلي الصلوات ويفعل ما يشاء إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيخرج إلى المبيت بمنى ومزدلفة وإلى عرفة. هذا بالنسبة للمفرد. بالنسبة للمتمتع، المتمتع وهو من يدخل بعمرة، يدخل بعمرة فيصل إلى الميقات ويقوم بواجبات الإحرام من نزع الثياب والتجر من المحيط والمخيط. نعم. ويأتي بواجبات الحج بالإحرام ثم يأتي بعمرة، فيأتي بعمرة في كاملة. هنا يتلفظ بالتلبية. نعم يتلفظ. لبيك اللهم عمرة وحجة أو لبيك عمرة فقط. عمرة. نعم. لبيك عمرة. نعم. يعني المتمتع يأتي فقط بعمرة، لبيك اللهم عمرة. طيب. ثم يذهب إلى المسجد الحرام فيأتي بعمرته كاملة ويحلق ثم يلبس لباسه العادي ويبقى
في مكة إلى أن يصل إلى يوم الثامن. ثامن نعم. فإذا وصل يوم الثامن أحرم إما من المسجد الحرام وإما من الفندق الذي هو فيه، فيسير إلى مباشرة إما إلى ميناء ليبيت فيها أو إلى عرفات ليقف عندها. إذن هلا بالنسبة هذا بالنسبة للإنسان المتمتع، المتمتع يعني يأتي بعمرة فقط، ثم بعد أن يأتي يوم الثامن يلبس لباس الإحرام ليأتي بالحج ويفعل أفعال الحج. بالنسبة للقارن، القارن هو الذي يدخل يشرك الحج مع العمرة، يشرك الحج مع العمرة في النية والتلفظ في التنف نية التلفظ، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجة. يعني بعض العلماء قال من الأحسن أن يقدم العمرة على الحج، لبيك اللهم عمرة وحجة، فيأتي بأفعال الحج كلها ويبقى بلباس الإحرام من قدومه إلى اليوم 13 كذلك من ذي الحجة، يعني يبقى في لباسه. إذن هنا الفرق بين المفرد، يعني هناك مشاركة بين الإفراد وبين القران، مشاركة في البقاء بلباس الإحرام. وكذلك بالنسبة للمفرد لا يجب عليه هدي، وبالنسبة للقارن يجب عليه هدي، يعني يذبح يعني يجب عليه هدي. بالنسبة للمتمتع فكذلك يجب عليه هدي. يعني هذه الصورة فقط موجدة على أنواع الإحرام، إذن قلنا الإفراد والتمتع والإقران. عندنا نحن في المالكية الإفراد أفضل في المالكية، وعند المذاهب الأخرى الأحناف وغيرهم التمتع أفضل، ولكن يعني بالنسبة يعني للإفراد وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مفردا إلى الحج وفعل كل مناسكه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب كل أنواع الإحرام هي جائزة، وكل أنواع الإحرام جائزة سواء دخلت مفردا نعم أو دخلت متمتعاً أو دخلت قارناً، نعم. كلها تصب في مصب واحد، والأقرب إلى مذهبنا هو الإفراد. نعم. طيب الغاية من الحج شيخنا الفاضل. إذن قبل أن نتكلم عن الغاية من الحج، نعم. يعني نقطان بتمنى سواش، عندنا بالنسبة للأركان الأخرى عندنا مسبة للطواف، طواف الإفاضة. يعني إحنا عندنا نشوف كان طواف القدوم وهو من الواجبات، وطواف الإفاضة وهو الركن. الذي لم يأتي بطواف الإفاضة حجه باطل. يعني طواف الإفاضة يأتي إما بعد رمي في يوم العيد أو في بعد رمي الجمرة. يعني يقوم بطواف الإفاضة ثم يتحلل، وإما أن يأتي به الحاج الذي دخل متمتعا بعد عمرته، بدخل بعد طواف القدوم يأتي كذلك يأتي بعد الطواف بطواف الإفاضة الذي هو فرض من فرائض. إذن هنا بالنسبة لطواف الإفاضة هو ركن من الأركان التي لو أن الإنسان لم يأتي به فحجه باطل. والطواف إفاضة معناها كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالطواف معناها وهو الدوران بالبيت سبعا والدعاء والتضرع وما شابه ذلك. الركن الآخر وهو السعي بين الصفا والمروة، هو كذلك من الأركان السعي بين الصفا والمروة. معناه يعني وهذا يأتي إما شوف بالنسبة إما أن يأتي بعد طواف القدوم، وإما أن يأتي كذلك بعد العمرة التي يأتي بها المتمتع، يعني السعي بين الصفا والمروة. إذن قلنا الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو من أعظم الأركان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذن يقف الحاج على عرفة، الوقوف من الزوال إلى الغروب واجب، وبعد الغروب فرض،
شوف من 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 الزوال الغروب من الواجبات الحج يعني ان يقف حاجه من 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 الزوال او من من قبل الزوال الى غروب الشمس. واما بعد يعني ان يقف هنيهة بعد غروب الشمس هذا هو الوقوف الحقيقي غروب الشمس فيقع حجه. من لم يفعل ذلك فحجه باطل وحجه باطل وبارك الله فيك. نعم. اذا نعود للغايه من الحج. الغايه من الحج شوف لكل عباده غايه. شوف الله سبحانه وتعالى لما شرع الشرائع جعل لكل عباده غايه. فجعل مثلا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الحج الغايه من الحج قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في اي المعلومات. فالحج اولا هو موسم للخيرات وموسم لتلاقي الناس وتجمعهم من كل صلب وحدب وصوب. هو كذلك رمز لشعيره الاسلام بان الناس كلهم يعبدون الها واحدا يوحدونه ويستغفرونه ويطلبون منه ان يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم. كذلك هو موسم لتلاقي الأحبة والأصدقاء وما شابه ذلك. فالمنافع التي كذلك أن الحج إذا الحج هو كذلك موسم لمغفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدت أمه. إذا له غايات وأهداف سامية جدا من بينها حضور المنافع تلاقي الناس العبودة لله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك. كذلك هو رمز للوحدة المسلمين لأن المسلمين يجتمعون في هذا المكان وخاصة عرفات. والحج هو مظهر من مظاهر الوحدة ومن مظاهر التلاحم ومن مظاهر تضافر الجهود. نعم. قضية الطواف عكس عقارب الساعة شيخنا الفاضل حتى نمر إلى نقطة مهمة جدا في موضوعنا وكأننا نقول لأنفسنا هيا بنا نعود، نقول للنفس هيا نعود إلى الماضي ما ارتكبناه ما أخفقنا فيه ما أخطأنا فيه، أن نتفكر في مساوئنا ما قمنا به ونندم ونعلن توبتنا ونبكي وإن لم نبكي بالدموع نبكي داخلا ونتوب عما فعلناه. نظن أنها من بين الأمور الهامة التي تحدث بين المرء ونفسه في ذلك المكان. بارك الله فيك. هذا شيء من مقتضيات الحاج الذي يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى ذلك المكان من أجل هذا العمل. نعم. وهو الصلح مع الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، في ذلك المكان الطاهر، ذلك المكان النقي، يصطلح مع الله سبحانه وتعالى. والحج يشعر بذلك، يعني إذا كنا في العج فإنه يصير بروحانية أخرى وبنفسية أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما روى الإمام البخاري رحمه الله. الحج المبرور قال العلماء هو الحج المقبول. الحج المقبول هو الذي إذا رجع الحاج من حجه فإنه يتحول مما كان عليه، فإن كان عاصيا تحول إلى الطاعة، وإن كان مسيئا تحول إلى الحسن، وإن كان ظالما تحول إلى طلب الصلح والصفح. يعني الحج يغير من طبعك وسلوكك لو كان الحج مقبولا. لكن الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الحديد كما ينفي الكير خبط الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة المقبولة. يعني الحجة المبرورة
أي الحجرة المقبولة. ولذلك من أفضلية العجر أنه يغير من سلوكك ومعاملتك، ثم يجعلك أنك مرتبط بالله سبحانه وتعالى، لأنك جئت إليه، إلى بيته، إلى أفضل بقعة على وجه الأرض. قاصدا لن يردك خائبا. لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يصخب راجع كيومي ولدت أمه. فاللهم تقبل حجة من حجة ويجعلها حجة مقبولة بالعالمين، يرحم الرحيم إن شاء الله يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، الحضور على كل هذه يعني قد تبقى معنا نقطة هامة، واللي هي نقطة أخلاق الحاج، سوف نتطرق إليها بحول الله في لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله. بارك الله فيكم. فيك بركة، الله يجزيك خير. مشاهدينا الأفاضل، ضحى معكم على المباشر من قناة القرآن الكريم للتلفزيون الجزائري، المخرج عبد الحميد بصري يأخذنا إلى ولاية تميمون في بورتري خاص بالمقرئ عبد الحفيظ بحفيظ. معكم عبد الحفيظ بحفيظ من ساكنة مدينة تميمون. انطلقت أو بدأت قصتي مع القرآن الكريم منذ نعومة أظافري، وكعادة أولياء الأمور والآباء والوالدين في هذه المنطقة المباركة يصطحبون أبناءهم منذ وقت مبكر إلى المحاضر وإلى المدارس القرآنية. ولذلك والدي الكريم حفظه الله تعالى وبارك به وبارك فيه اصطحبني وأنا في عمر 5 إلى المدرسة القرآنية في مدينة شروين، لأن الرحلة بدأت من شروين، ثم بعدها بعد انتقالنا إلى تميمون وصلنا الرحلة مع الوالد الكريم. قلت أن الوالد اصطحبني إلى أحد التلاميذ النجباء لشيخنا وسيدنا وإمامنا الحاج محمد بن الكبير رحمة الله تعالى عليه، وهو شيخي ومعلمي الحاج أحمد جبار. فبدأت معه البدايات الأولى من الأحرف إلى الفاتحة إلى الناس، حتى وصلت إلى سورة المؤمنون. وأذكر جيدا أن وجه اللوحة الذي بدأت به بعد أن انتقلنا من مدينة شروين إلى تميمون كان قوله تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. ومن سورة المؤمنون إلى أن ختمت القرآن الكريم كل هذا النصف أتممته مع الوالد الكريم في بيتنا، أسأل الله عز وجل أن يجازيه خير الجزاء وأن يبارك في عمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم،
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. وقد درس تخصص هندسة معمارية في جامعة قسنطينة، كانت لنا فرصة جميلة احتككنا بها مع الزملاء ومع القراء ومع المدرسين المتقنين، فكانت بداية جميلة في مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات في جامعة الأمير عبد القادر، والذي كان يشرف عليها شيخنا الأستاذ الفقيه محمد بركاب حفظه الله تعالى وبارك في عمره، فتلقينا فيها الدروس النظرية لأحكام التجويد، وكنا نطبق ما تعلمناه مع إخواننا في مصلى الإقامة، وكنا نأم الناس في الصلوات الخمس، نأم الطلبة ولله الحمد، فكانت فرصة جميلة لأن يتقن الإنسان ويروض لسانه على تثبيت القرآن وعلى أحكام التجويد. لو أردنا أن نلخص السبب الأول والأساسي في هذه الجزئية نلخصه في صبر الوالدين وفي تحملهم لهذه المسيرة، لذلك أنا إلى الآن لازلت أتعجب من مدى صبر والدي علي من سورة المؤمنون إلى سورة البقرة، وهو صابر معي في البيت في الصبح وهو مع أشغاله، وفي المساء عبد الحفيظ ماذا حفظت اليوم، ماذا ستحفظ غدا، في مسيرنا بين المغرب والعشاء حينما نذهب إلى الحزب الراتب أكرر عليه لوح اليوم، وحينما نرجع بعد صلاة العشاء أكرر عليه لوح اليوم، هذا كله يرجع إلى صبره، هو كذلك إنسان وله مشاغل وله روتين ويفشل ويمل، لكن لديه هدف هو أن هذا الإبن عليه أن يختم القرآن، عليه أن يحفظ، لذلك رسالتي إلى الآباء هي أن يصبروا، رسالتي إلى الآباء أن يختاروا المؤدب الفطنة، المؤدب الرحيم، المؤدب الحنون، المعلم الحنون لأبنائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق الله العظيم. نحن معكم على المباشر مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم من التلفزيون الجزائري. في هذه الفقرة سوف نلامس الواجهة الثقافية التراثية والتي نعيشها على غرار شهر كامل أو من خلال شهر كامل في تراب الجمهورية، الأمر يتعلق بشهر التراث. ضيفتنا في هذه الفقرة السيدة بتول بنيامينة، رئيسة جمعية الأصالة والإبداع العلمي والثقافي. صباح الخير. صباح الخير وصباح لكل متتبعي المحطة، وشكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة، شكرا سيدتي على الحضور معنا في هذا البرنامج. حديثنا كما قلت عن مشاركة الجمعية، جمعية الأصالة والإبداع العلمي والثقافي في شهر التراث. قبل الحديث عن المشاركة، بطاقة فنية عن الجمعية. هي الجمعية، جمعية الأصالة والإبداع العلمي والثقافي، هي ذات طابع اجتماعي ثقافي شباني، تهتم بالتراث والحفاظ عليه والسعي لتطويره حتى يكون متداول من جيل لجيل، كذلك استقطاب الشباب للتكوين وللتعليم وبالأخص الشابات حتى يتكونوا حرفة أو مهنة ما، ومرافقتهم حتى تكون لهم يتسنوا يكون لهم مصدر رزق كما نقولوا حر، والاتكال على ارواحهم. خطوات جميله نثمنها سيده بتول بنيامينة. نعود للتظاهره الوطنيه شهر التراث والتي انطلقت في 18 من الشهر الفارط، تختتم في 18 من الشهر الجاري. شاركت الجمعيه بعديد المحطات، اهمها كان بالمعارض الوطنيه التي نظمت عبر تراب الوطني والمتمثلة في أسبوع أو 10 أيام من المعرض الخاص بالصناعات التقليدية وكل ما يتعلق بالتراث. بالفعل كنا نظمنا تظاهرة وطنية ثقافية وسياحية وفنية، فنية في مجال التراث المنطقة. والميزة اللي وكانت تنظيم هذا البرنامج بقلب الولاية بساحة الجمهورية الجيدو اللي هو معروف المارة فيه غير منقطع، وكانت الميزة كذلك فيه حضور 14 ولاية من كل ربوع الوطن، حتى جونا بحقيبة متنوعة ثقافية اللي يبرزوا فيها العادات ويبرزوا فيها التقاليد نتاعهم، يبرزوا فيها الحرف اللي تمثل كل منطقة من ولاية الجزائر. نعم. طيب مشاركة الجمعية باش كانت؟ كانت كذلك بمعرض للحرف والصناعة التقليدية اللي تمثل منطقة الجنوب الغربي. لما نقولوا الجانب الفني نتكلموا خاصة على المديح الصوفي اللي كاين بزاف في التراث وفي الفولكلور كذلك محليا خاصة في منطقة الجنوب الغربي الجزائري. نتكلموا على الحضرة، نتكلموا على كثير من الأمور اللي فيها نصوص دينية تؤدى في كل المناسبات. بالفعل كانت الافتتاحية بفولكلور تراثي ثقافي يمثل منطقة بشار، وكانت فيه المديح على
النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وما يخفاكمش ان لاحظنا ان الجمهور كان متعطش بمثل هذا الفولكلور ولا هذه الموسيقى اللي هي تمثل عمق كل منطقة من مناطق الجزائر. وحنا كنا درنا كانت سهرات يومية بمثل هذا التراث. وكذلك ثاني الميزة كانت من ولاية تيزي وزو فرقة نسوية اللي مختصة بالمديح الديني بالقبائلية وتعودها لهم بالعربية. والميزة الثانية الجميلة جدا اللي خلقوا ازدواجية ديو ما بين التراث القبائلي والتراث لمنطقة الجنوب الغربي مع الفولكلور الديوان. بالفعل كان مزيج رائع، وهذا هو تنوع ثقافات الجزائر العميقة. لأن دائما نقولها الجزائر قارة متنوعة بتنوع عادات وثقافات كل ولايات الجزائر. الحرص كل الحرص على تراثنا بالفعل. تراثنا العريق المجيد. بين الأمور التي شهدتها نشاطات جمعية الأصالة والإبداع العلمي والثقافي في شهر التراث، رحلات معينة لأماكن فيها تراث تاريخي وتراث ديني على مستوى تراب الولاية. هي الهدف من خلق بمثل هذه البرامج أو التظاهرات هو تعريف هي البداية تعارف ما بين الحرفيين ولا ما بين الولاية كل الجزائر. ماهيش احنا كنا نديروا الشمال والجنوب، ولكن السنة هذه درنا كل ولاية الجزائر. نوعنا من الشمال، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، وهذه هي اللي هذا هو اللذة في تنوع ثقافات الجزائر. الهدف منها التعارف فيما بعضهم، تبادل الأفكار، كذلك خلق حركية ثقافية بالمنطقة بالولاية تاعنا، كذلك خلق تشارك وتعاون ما بين الحرفيين، وبالتالي ترويج للسياحة الداخلية الجزائرية. لأن السياحة تضم التراث المادي واللامادي من معارض، من لباس تقليدي، من أكلة تقليدية والأطباق تقليدية، من فولكلور، من قصور ثقافية. هذا هو الهدف نتاعنا كنهاية التظاهرة. درنا رحلة سياحية ببلدية القناصة اللي معروفة المنطقة الزيانية، كذلك رحنا البلدية كذلك تاغيت اللي انباهروا بالفعل أول مرة. بعض الحرفيين يجون هنا لولاية بشار لأول مرة وما كانوش حاسبين بشار بهذه الجمالية الطبيعية، وكذلك حتى التعارف ما بين الأشخاص. كان عندنا احنا عندنا ديك الحميمية نتاع الضيافة نتاع الحمد لله، كانت تجاوب كبير. وبدليل كانوا طلبوا منا نديروا لهم تمديد للمده نتاع المعرض، وبالفعل درنا مازال هم متواصلين في ساحه الجمهوريه. ودرنا رحله سياحيه لبلديه تاغيت، كانت رحله كما نقولوا الحجم الساعي نتاعها من يوم كامل، ولكن هما زادوا باتوا زادوا داروا ثلاث ايام في بلديه تاغيت نظرا للجماليه الطبيعيه الساحره لبلديه تاغيت. اذا المعرض متواصل بساحه الجمهوريه بوسط المدينه الى غايه 20 ماي الى غايه 20 ماي الجاري، يعني بعد شهر التراث، بعد ختام شهر التراث مع الاختتام. ايوه. وكاميرا التلفزيون الجزائري نزلت الى الميدان وعادت لنا من العرج بهذا الموضوع. ثقافات أمازيغية جزائرية متنوعة حاطت بقلب مدينة بشار لتصنع امتزاجا بين الطابع الصحراوي الأمازيغي والقبائلي، وذلك بعرض تحف تقليدية تبرز عراقة كل منطقة. السيدة سامية حرفية من مدينة تيزي وزو شاركت بمنتوجاتها وحتى بعاداتها وتقاليدها. جيت مع بنت خالتي نوجهوا لهرب كبير تاع تيزي وزو، عادات وتقاليد تاع قبائل في تيزي وزو. فرحت بزاف بالشعب الصحراوي مهتمين بالتراث التقليدي القبائلي، ويسقسوا ويحوسوا يفهموا
فرحني بزاف هذا الشيء. شفنا بلي ما كانش اون غون ديفيرونس بين الهندام الصحراوي الهندام القبائلي. الحاجه اللي تفرحنا ان لازمنا نحافظوا على التقاليد نتاعنا. الموروث اللامادي كان حاضر ايضا، اغاني قبائليه واخرى صحراويه، وكل هنا يعرف بطابعه وايقاعه في شهر التراث. شاركنا في هذا المعرض تاع التراث وتجاوبنا مع الفرق اللي جاو من سيزي وزو من وهران، هما تجاوبوا معنا احنا تجاوبنا معاهم، ودرنا سهره قبائليه بشاريه ومرحبا بهم هما هنا عندنا في بشار في ولايه بشار، وحنا مرحبا بنا عندهم في سيزي وزو ان شاء الله. والهدف من كل هذا البرنامج او المناسبه او التظاهره الوطنيه هو تقارب الثقافات، تلاحم العادات والتقاليد، وحتى نشجعوا الانتاج المحلي الجزائري. رغم اختلاف وتنوع ثقافتها وشعوبها تبقى هي الجزائر القارة. شكرا مينا العرج على هذه الورقة الصحفية بوسط مدينة بشار بساحة الجمهورية. إذن باتول بنيامينة، قلنا أن التظاهرة متواصلة لغاية 20 ماي ومع زائري وسط مدينة بشار إلا الحضور لهذا المعرض المنصب بوسط المدينة. كما راكم لاحظتوا وما زال توافد، كان توافد خاطرش ما يخفاكمش ان المنطقه هذيك منطقه قلب ولايه بشار هي الجيدو ساحه الجمهوريه. المره كاين المره كاين اقبال كبير كبير، حتى بدليل انهم يقعدوا ساعات متاخره نتاع النهار يكملوا حتى العشرة تاع الليل. هذا هو الشيء اللي خلانا نخلوا المعرض مفتوح. طيب هكذا كنا تكلمنا وعطينا حصة الأسد لشهر التراث. أنا فكرت باش نمر لإنجاز اللي يلفت الانتباه، يعني لافت الانتباه واللي كان في الشهر الفضيل يعني شهر رمضان الفارط على مستوى دار الطفولة المسعفة، واللي كان عبارة عن استحداث قسم تدريس وتحفيظ القرآن الكريم لفائدة هاد الأطفال المقيمين بدار الطفولة المسعفة. بالفعل كانت الفكرة من طرف تنسيقية المجتمع المدني اللي هي الجمعية ضمن التنسيقية، وكنا احنا مجموعة من الجمعيات اللي جاتنا الفكرة باش نفتحوا قسم لفائدة هاد الطفولة المسعفة. ما يخفاكمش أن الطفولة كاين اللي هم يدرسوا من 5 سنوات إلى كاين 14 سنة إلى 16 سنة، وجاتنا الفكره باش نستحدث لهم كما نقولوا قسم لحافظة القرآن، وكذلك قسم يكون بمثابة مصلى لهم باش حتى تكون هناك الجانب الروحي، نغرسوا فيهم الجانب الروحي والديني لهذا الفئة من المجتمع، وحتى نحسوهم بلي هذه الفئة ماهيش مهمشة، هي جزء منا، ونعطوهم جو عائلي في بعضنا. وكانت الانطلاقة في الشهر الفضيل، وكان الفكرة تقبلوها بصدر رحب من المدير الى المدير المركز مدير النشاط الاجتماعي، وكذلك الاطفال تاع الطفوله المسعفه. طيب من رمضان لليوم كيفاش تشوفوا مستوى هذا القسم، كيفاش مشات الامور فيه؟ الحمد لله تاني ما يخفاكمش ان كاين المتطوعين بزاف وكاين الناس الخيرين بزاف. هي احنا كنا كل واحد فينا وجاب من مصاحف من اقمشه، وكان كذلك حافظة القرآن إمام أئمة متطوعين اللي هما مشكورين، حتى هما لبوا بالفكرة وتقبلوها وبصدر رحب، وكان تجاوب وكان حافظة، وإن شاء الله تكون عندهم في احنا داخلين على عيد الطفولة والعيد الطفل الإفريقي من 1 إلى 15 جوان، غادي نديروا لهم مسابقة في بعضها مسابقة في حفظ القرآن بالأجزاء وبأحكام الترتيل. هذا هو الشيء اللي خلينا احنا تاني نتشجعوا باش نكملوا في هذا المنوال في المجال الخيري والمجال التطوعي والمجال التشاوري
وكذلك في الجانب الديني. احنا الهدف منها نغرسوا فيهم الروح احنا ما يخفاكمش ان الدنيا دائما الناس راها في الاخر، بصح ما نساوش الجانب الروحي اللي هو الغذاء الروحي للجسم الانسان حتى يخلي لنا احنا ثاني نتجاوبوا مع الامور الدنيويه. فعندنا برنامج مسطر في مسابقه في حفظ القران لفائده هذه الفئه من المجتمع، هي الطفوله المسعفه. وقتاش راح يكون ان شاء الله؟ في بمناسبه عيد الطفوله. عيد الطفوله الفاتح جوان. فاتح جوان ان شاء الله. ايوه طيب، راح البرنامج شحال راح يدوم البرنامج هذا؟ عنده مده 3 ايام، خاطرش غادي نشاركوا كذلك. هي هو البرنامج متنوع، فيه مسابقات في حفظ القران لفائده الطفوله المسعفه، كذلك فيه العاب وترفيه ثقافي فكري لفائده الاطفال السرطان، وكذلك هناك كذلك ثاني العاب بهلوانيه نديروها لفائده الاطفال المتخلفين ذهنيا. نعم طيب، البرنامج راح يكون ساري ان شاء الله بين الفاتح و12 جوان، لانه الفاتح جوان اليوم العالمي للطفوله و12 يوم الطفل الافريقي. نظن ان شاء الله الطفل هنايا خاصه من ذوي هذا الشريحه راح يستفادوا كثير من البرامج المقدمه من طرف جمعيه الاصاله والابداع العلمي والثقافي. راح تقيم على السيده باتول بنيامين حتى نوصلوا الحديث في برنامج اخر اللي حنتكلموا عليه واللي يخص صائفه 2023 المسطره من طرف جمعيتكم، بعد ما نروحوا لهذا المحطه الانشاديه من برنامج ضحى. الله مولانا، الله 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 يا الله،
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم من شبكة قنوات التلفزيون الجزائري متواصل وإياكم في فقرة هاته، دائما مع السيدة بتول بنيامين رئيسة جمعية الأصالة والإبداع العلمي والثقافي. توقفنا السيدة بتول عند برنامج هاته الصيفة والمتعلق في شقه الكبير بالعطلة الصيفية، لكن قبل العطلة الصيفية في برنامج آخر خاص يهم نزلاء المؤسسة العقابية. بالفعل البرنامج تاعنا احنا عندنا اتفاقية مع إدارة السجون بالجزائر العاصمة، وعندنا الاتفاقية كذلك هنا مع مصلحة الإدماج، واللي رحنا سطرنا برنامج مع بالتنسيق مع المصلحة الخارجية للمصلحة الإدماج لإدارة السجون، يكون هناك فضاء مفتوح حول التحسيس والتوعية ضد محاربة المخدرات. ما يخفاكمش أن الولاية ولاية حدودية، والمخدرات راه كما نقولوا طابو اللي راه يعالج منذ سنين وسنين، وللأسف الشديد احنا دورنا كمجتمع مدني للتحسيس والتوعية بمثل الفائدة هذا النزلاء. نعم. طيب من هم شركاء؟ نعم. من هم شركاء الجمعية في هذا العمل التحسيسي؟ ما شكون هما الشركاء الجمعية في العمل التحسيسي؟ شركاء الجمعية هي الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، أطباء مختصين، مختصين في الأئمة، يعني نقدروا نقولوا مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، نقولوا مديرية الصحة، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة، أيوة، وكذلك الهلال الأحمر. خدش على بالك هو موضوع شائك وعميق، ولازم لازم تضافر. من عندنا من 31 مي الى 10 ابريل موفقين ان شاء الله، الى 10 جوان، الى 10 جوان خدش 10 ابريل تاع العام الجاي الله يحيينا موفقين ان شاء الله سيده بتول بنيامين. ونرجعوا لبرنامج العطله الصيفيه، ولا راح يكون كذلك مميز هذا السنه؟ بالفعل الميزه فيه هو هي ما يخفاكمش اننا لازم احنا دائما من اهداف الجمعيه خلق جو ثقافي، خلق جو ترفيهي، خلق جو سياحي ولا ترويج للسياحه الداخليه الجزائريه ما بين ولايات الجنوب وولايات الشمال. ولكن الصائفه هذه الترفيه يكون لفائده دائما لاطفال المتخلفين ذهنيا وأطفال السرطان، حتى يروحوا لولايات الشمال يتعرفوا على ولايات الشمال ويكون عندهم قسط من الاستجمام وقسط من الترويح، ترويح على النفس، وكذلك قسط من الاكتشاف المناطق الخلابة الصيفية بمناطق الشمال الشمالية الساحلية. طيب راح يكون البرنامج موجه لشريحتين واللي هما شريحة الأطفال المتخلفين ذهنيا وأطفال السرطان. نعم. خلاص ضبطوا القائمة كاملة؟ بالفعل، وهي قائمة مش احنا نضبطوها، ضبطوها المؤسسات اللي راهم اللي ينضوا تحتها اللي راهم عندهم هما يعطونا القائمة تاعهم. كاين ترتيبات؟ احنا ماذا بينا نتوشيو كاع الأطفال. كاين ترتيبات إدارية اللي لازم الوقوف عندها خاصة فيما يتعلق بالأطفال المرضى؟ بالفعل، وكان غذاء كذلك خاص، غذاء خاص لهم، وما غاديينش يروحوا وحدهم، غادي يروحوا معاهم المرافقين تاعهم. حتى احنا نوفروا الاجراءات الاداريه في المنطقه الساحليه ما، وكذلك نوفروا لهم الجو المريح اللي يرتاحوا فيه، ولكن عندهم مرافقين اللي هما مختصين في التغذيه خاصه الاطفال المتخلفين ذهنيا، عندهم مرافقين وعندهم اكل صحي خاص بهم. وحتى الاطفال السرطان هما عندهم تناول كما احنا ولكن بتحفظ، وهي هذه حاجه بين غادي نروحوا المرافقين تاعهم. طيب كلمة تقوليها في النهاية، في نهاية هذا اللقاء سيدة بتول بنيامين؟
مسك الختام نقولوا شكرا لكم، شكرا لكل المحطه، محطه بشار على هذا مناقشه بمثل هذه المواضيع، ومن المديره الى الحارس، ونتمنى لكم دائما النجاح ودائما تكونوا في القمه والطليعه. انت مشكوره السيده باتول بنيامين، وشكرا على كل المجهودات اللي تقومي بها ميدانيا لاجل تفعيل هذا الاركان، ونقول لك بالتوفيق ليك والباقي افراد الجمعيه، ونشوفك في ساعه خير ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. بركه. مشاهدينا الافاضل، رحلتنا متواصله على الهواء مباشره في مايلي. رشيده بن عياد تدعونا الى زياره ولايه اضرار، بالتحديد الى مسجد الشيخ سيدي احمد بن محمد الرقادي الكنتي. عمارة المساجد من أبرز فروع العمارة الإسلامية التي تأثرت بالجانب الروحي للإسلام. إذ أن التكوين المعماري البسيط للمسجد مع خلوه من التكوينات المعقدة والفنون المصطنعة والزخارف والنقوش المصورة قد جسد المعاني والتعاليم الشرعية للدين الإسلامي. فقد أصبح المسجد النواة الأولى لبناء فن معماري إسلامي أصيل أساسه عبادة الله وحده ومكانا لاجتماع المسلمين. أبرزها مسجد أحمد بن محمد الرقادي الكنتي الذي بني سنة 1022 هجرية، ويعد نموذجا للبساطة والأصالة بزاوية كنتا بولاية أضرار. حيث حرص شيخ المسجد على تشييده وبنائه بطريقة تقليدية تأخذ الطابع المحلي للمنطقة، الذي يمتاز باستعمال مواد بناء طبيعية متوفرة في البيئة الصحراوية. ذات الارتباط الوثيق بالموروث التقليدي للعمارة المحلية، والتي تعد امتدادا للعمارة الإسلامية القديمة عبر العصور. أسس في القرن التاسع، أي في حدود 1022 من الهجرة. منذ ذلك الوقت الذي أسس على يد الشيخ سيدي أحمد بن محمد الرقاد الكنتي، خلفه فيه ابنه الشيخ سيدي علي بن أحمد، ثم من بعد ذلك مشائخ عدة من القبيلة الكنتية. والمسجد هذا من 1022 إلى يومنا هذا راه في كل فيه الحزب الراتب يوميا بعد صلاة المغرب، وفيه في رمضان فيه البخاري وفيه الشفاء لقاضي عياض. لم يكن هناك اختلاف كبير بين مسجد الشيخ أحمد بن محمد الرقادي الكنتي وبعض المساجد الأخرى بالمنطقة في التصميم والطراز المعماري، الذي يقوم على أساس قاعة للصلاة قائمة على عدة أعمدة مسقوفة بالحجارة وجذوع النخيل. تقاوم الزمن إلى يومنا هذا. تداول على هذا المسجد عدة أئمة وطلبة من حفظة القرآن الكريم، فكانوا خير خلف لخير سلف، حاملين لواء العلم والمعرفة بعلوم الدين والفقه والشريعة الإسلامية. تعاقب عليه ايضا الشيخ سيدي احمد سيدي عبد المؤمن، و قد رحل من هنا رحلته المعروفه نتاع الشيخ سيدي احمد المزمري، وهو صاحب كتاب الاخضري.
أنجز الشيخ أحمد بن محمد الرقادي الكنتي هذا المسجد منذ حوالي 9 قرون، وجعل له لواحق ومرافق أخرى كمدرسة قرآنية لتعليم الأطفال القرآن الكريم، ودار كبيرة لعابري السبيل كانت مقر زاوية الشيخ رحمه الله. وهو ما زال على حاله منذ ذلك الوقت، يعني زاوية للتعليم القرآني ومحطة روحية للعبادة ولإلقاء الدروس اليومية بعد صلاة المغرب مع الحزب الراتب، وكذلك الدروس الدينية من طرف فضيلة الشيخ المدرسة الرقادية الكنتية التابعة للمسجد. نلاحظ أن المواد المحلية المستعملة فيه هي الطين والخشب والحجارة. فيما يخص ما تكوين من يتكون المسجد، يتكون من قاعة صلاة، يتكون من الفناء والسطح. الطين هي مع معظم سكان القصر كانوا يجلبوها من ما يسمى ب، احنا عندنا في اللهجه المحليه ما يسمى بتجازة، يجلبوا منها الطين، وهذا الطين يقوم بتحضيرها او بتخميرها حتى تكون مقاومه للعوامل الطبيعيه والعوامل المناخيه. شكلت الهندسة المعمارية التي شيدت بها معظم المساجد بإقليم تواد والقرارة الخصوصية الثقافية والاجتماعية والدينية للسكان منذ قرون خلت. أبرز سماتها فنا معماريا فريدا من نوعه، قائما على البساطة والجمال، وحافظا للتراث والتاريخ على مر العصور. شكرا رشيدة بن عياد. أعود لكم مشاهدينا الأفاضل من خلال برنامج دوحة لقناة القرآن الكريم من شاشة التلفزيون الجزائري. في هذه الفقرة نتوقف رفقة ضيفنا الأستاذ العربي عبدون، أستاذ جامعي، أستاذ علم النفس المرضي والعلاجات المرضية السلوكية، طبعا في برنامجنا لنهار اليوم للحديث عن جملة مواضيع، بينها موضوع متعلق بالأطفال، موضوع آخر متعلق بالمخدرات. أستاذي الفاضل أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا على الدعوة وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة. إذن في البداية حديثنا راح يقودنا للحدث اللي كان موضوعه الاضطرابات النفسية الحركية لدى الطفل، والذي احتضنته دار الثقافة قاضي محمد. أسبوع خلال الأسبوع الماضي احتضنت دار الثقافة لقاء حول مشكلة اضطراب الحركة وتأثير هذا الاضطراب النفسي الحركي في المردود المدرسي أو في النتائج المدرسية للطفل. وكانت لي طبعا مداخلة في هذا الإطار تمركزت حول المفاهيم المتعلقة باضطراب الحركة ودلالات اضطراب الحركة، ماذا يعني هذا الاضطراب بالنسبة للطفل وبالنسبة للعائلة، وكيف يجب التعامل معه من طرف المدرسين ومن طرف العائلة، وفي أي إطار يجب أن نفهم هذا الاضطراب، وكيف يؤثر هذا الاضطراب على
قدرة الطفل على التحصيل وعلى سلوكه بصفة عامة. فنحن نعتقد يعني في العادة بأن الطفل عندما يتحرك كثيرا، عندما يضطرب في حركته، نحن نعتقد بأنه طفل في الحقيقة غير سوي، ويعامل على أساس أنه طفل مريض، والبعض أصبح لديهم تشخيصا جاهزا وهو تشخيص يعني التوحد. الكثير من التلاميذ والأطفال الصغار الذين صنفوا في هذه الخانة وهم يعانون من اضطراب في الحركة بسيط، اضطراب كناتج طبيعي في النمو، وهذا الاضطراب يمكن التعامل معه. وهذا أولئك الأطفال عندما نحاول أن ننظر في معصول الذكاء لديهم أو قدرتهم على الفهم وقدرتهم على الإدراك وعلى التحليل أي حاصل الذكاء لديهم، نجد أنهم أطفال في تمام العادي وأحيانا متفوقين جدا، لكنهم يمتازون بطاقة زائدة، وهذه الطاقة الزائدة تحتاج إلى التصريف، وليس هناك من وسيلة بالنسبة للطفل لكي يصرف هذه الطاقة سوى مسارات الحركة. والحركة بهذا الشكل هي لها وظيفة تنفيسية، وظيفة علاجية، هي تجعل الطفل يستعيد حالة الاستقرار، وبالتالي هنا هي مفيدة له. ولكن يجب أن نفهم هذه الحركة ونؤطرها في عندما نكون في القسم. مثلا الأستاذ يجب أن يفهم أن هذه الحركة هي شيء طبيعي ويمكن التعامل معه وتأطيره، وحتى يعني استعماله في رفع مستوى الأداء لدى الطفل. فهؤلاء الأطفال يجب أن لا نلزمهم بالاستقرار، وأن لا نحاول أن نعنفهم على أساس أنهم يمتازون بحركية زائدة، لأننا إن فعلنا ذلك إنما نعزز هذه الحالة لديهم. وهذه الحالة عندما يتم تعزيزها أحيانا طبعا ولا تجد المسارات الطبيعية للتنفيس سوف تتطور، وقد تظهر في على شكل اضطرابات، لأن الأعراض في العادة بالنسبة يعني لعلم النفس هي أعراض يمكن أن تنتقل وتتحول، يمكن أن تنتقل من مكان من عضو إلى عضو ومن حالة إلى حالة، ويمكن أن تتطور ويمكن أن تؤدي يعني حتى إلى اضطرابات أكثر حدة. طيب، هنا يجب القبض على هذه الحالة وتقنين هذا الحركة وتصريفها وجعلها في القالب المطلوب واللي هو التحصيل وما إلى ذلك. إن لم ننتبه لهذا الأمر وقمنا بإطلاق أحكام غير مسؤولة، أحكام غير نابعة من تشخيص علمي أو طبي لهذا الظاهرة، ما مآل هذا الطفل وهذا الفيض من الحركة اللامتناهية؟ طبعا قلت بأن هذه الحركة لها وظيفة إيجابية، نعم، وعلى المدرس وعلى المعلم أن يؤطرها وأن يستعمل هذه الحركة لرفع أداء التلميذ، كأن يكلفه ببعض النشاطات التي تجعله أو تمكنه من الحركة. تعال يا ابني، وزع الدفاتر، وزع كذا، تحرك، اذهب إلى مكتب المدير، ائتني بكذا، افعل كذا، دعه يتحرك. لا تلزمه بأن عليك أن تلزم مكانك وعليك أن تستقر. في هذه الحالة ستعزز حالة القلق لديه. يعني استغلال هذا النشاط الزائد في أمور إيجابية داخل فصول الدراسة. أكيد هذا هو المفروض وهذا هو المطلوب. لكن ماذا سيحدث إن نحن منعنا الطفل من الحركة، إن ألزمناه بحالة الاستقرار؟ نحن نعرف في المفهوم العام أن حالة الاستقرار هي الأقرب من الحالة الغير عادية، هي أقرب من السكون، والسكون النهائي هو الموت. إذن الحياة هي الحركة، وبالتالي أن الأطفال الذين يتحركون كثيرا هم أطفال في العادة أذكياء، لكن نحن لا نفهم هذه القاعدة ونريد أن نقربه من حالة الاستكانة ومن حالة السكون، وبالتالي نحن نمنعه من ممارسة الحياة، وبهذا سنعقد المسألة وسنجعل منهم مشاريع مرضى. إن لم يكونوا مرضى، إن لم نجعلهم مرضى سيتحولون إلى مشاريع مرضى، وهذا في الحقيقة يتطلب منا وعيا بالمسألة. فالوعي هو السلاح الوحيد وهو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه الحالات وفهمها
تطويرها إيجابيا، لأننا إن لم نطورها إيجابيا، إن حاولنا أن نتعامل معها بالعنف أو بالقوة ستتطور إلى اضطرابات نفسية حركية، إلى عصابات، ستتطور إلى عصابات يعني. والعصابات طبعا كثيرة، وهي يعني مجال واسع، موضوع العصابات موضوع ثقيل نعم واسع، يحتاج إلى وقت يعني متسع من الوقت من الحديث الوقت فيه الحديث فيه طبعا. طيب حتى لا نصل لهذا الموقف، نبدأ بخطوات بسيطة كما قلت، استغلال هذا الطفل داخل فصول الدراسة ومن ثم داخل البيت وفي المجتمع لتصريف هذه الطاقة واستغلالها إيجابيا. كان هذا حول الاضطرابات النفسية الحركية لدى الطفل والزاوية الإيجابية التي ننظر منها لهذا السلوك. إلى الشق الثاني من موضوعنا الأستاذ العربي عبدون عن موضوع الساعة، وكما أسلفت الذكر في لقاء سابق بودنا أن نتحدث عن موضوع الساعة بطريقة غير تقليدية حتى نضيف للمشهد شيئا ربما يساعد على الخروج من الأزمة والهروب من هذا الجب الذي قد يقع فيه الكثير. المخدرات نعم. عنوان كبير، هو صحيح هو موضوع الساعة، وبالتأكيد أنها قضية معقدة جدا. فالمخدرات مشكلتها في إدمان الفرد عليها، هي مشكلة نفسية وهي مشكلة بيولوجية وهي مشكلة اقتصادية، يعني هي مشكلة تتداخل فيها العوامل، وفهمها ليس بتلك البساطة التي نعرفها عادة بها على أساس أنها السعي الحثيث والمستمر للشخص في الحصول وفي تناول والحصول على المادة المخدر، وإن اقتضى الأمر سيدفع من أجلها بكل ما يملك وسيسعى للحصول حتى وإن استعمل العنف، وطبعا لما لذلك من ضرر على الأفراد وعلى المجتمع بصفة عامة. لكن هي مشكلة كذلك اقتصادية لما تدره من أرباح على المتاجرين، وأرباح سريعة وأرباح باهظة، يعني كأثمان باهظة تباع، الأرباح هي أرباح يعني طائلة ولكنها سريعة، وهذا هو الشيء الذي لا توفره التجارة العادية للإنسان. وبالتالي هناك الكثير من الجماعات التي تعمل في هذا الاتجاه بغرض المتاجرة، حتى أنها الكثير من التجار لا يستهلكونها. لكن الأثر قبل النزول عند الأثر أستاذي الفاضل، سمحني قطعتك، حديثكم هذا عن التداول والنمو يدفعنا للحديث عن الجانب الاقتصادي، ولتوكم قادمين يعني من جامعة طاهري محمد بكلية الاقتصاد ملتقى حول الظاهرة. نعم، كان اليوم عقد يعني ملتقى بالكلية، كنت يعني من بين الحضور، وهو لازلت فعاليته في الحقيقة متواصلة مضم يعني مختلف الفئات من أساتذة ورجال الأمن، وكلهم يتداولوا يعني حول يعني المسألة. والمسألة طبعا هي مسألة قديمة جدا، وهي مسألة يعني كحديث الساعة. لماذا هي حديث الساعة بالنسبة لبلادنا؟ لأن هناك استشعار من طرف قوى الأمن ومن طرف الجهات السلطات يعني كالسياسية والاجتماعية بأن هناك استهداف لبلادنا وأن هناك حرب، لأن الأرقام التي قدمت من طرف رجال الأمن وسلطات الضبط الاجتماعي يعني هي أرقام في الحقيقة مفزعة، لا يمكن أن تكون متاجرة يعني للاستهلاك عادي، وإنما هي محاولة لخلق حالة تفشي
للظاهرة في المجتمع. لا أقول بأن الظاهرة غير موجودة وأن الاستهلاك غير موجود، كان موجودا وهو موجود وسيظل موجودا، وكان المجتمع يتعامل معه، وكانت السلطات المختلفة تتعامل معه، وكان الطب يتعامل معه. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الانتشار مفزعا، يعني حتى لا يوحي إليك بأن هناك سوء قصد من وراء ذلك، وأن هناك استهداف فئة بعينها، وخصوصا أن الفئة الأكثر تضرر في مجال يعني كالتعاطي هي الشباب، لما لكون الشباب في مرحلة، خصوصا في مرحلة المراهقة، هو شباب مليء بالحيوية، يميل إلى الاندفاع، يميل إلى حتى إلى أفعال العنف، ويميل كذلك إلى الحرقة، وبالتالي يبحث عن حالة النشوة، عن حالة الاستقرار، عن حالة من لحظات الفرح نتيجة لحالات يعني كالستريس أو ما يسمى بالضغط والقلق، وهذا يدفعهم ويوفر لهم هذه المادة، توفر لهم لحظيا هذه المتعة وهذه، لكنها فيما بعد سيكون لها تأثيرا مغاير. اقتناء لحظات قليلة من السعادة بأثمان باهظة. الأثمان هنا ليس المقصود بها المال، لكن نفسيا ومعنويا الثمن باهت. نعم أكيد. ويدفع الثمن هنا المجتمع ككل والدولة. أكيد. نعم. إذن أثر هذه الظاهرة على مجتمعنا، خاصة على اللحمة الأسرية وعلى الأمن والاستقرار داخل المجتمع. للاستهلاك طقوسه وله جماعاته، وبالتالي أن الاستهلاك في الحالات الفردية هو في الحقيقة لا يغري كثيرا المستهلكين، والمستهلكين يميلون إلى التشكيل أو الانضمام إلى الجماعات الموجودة، وهذه الجماعات لها روابط نفسية ولها دعامات نفسية، لها تبادل طاقوي فيما بينها، يجعل أن الفرد عندما يتواجد بداخلها يشعر بحالة من السند وحالة من الاستقرار، فهي توفر للكثير من الحالات أو المتعاطين ما لا توفره لهم الأسرة وما لا يوفره لهم المجتمع من توازن واستقرار. فهي هروب من الشاذ إلى المعتاد؟ نعم، هي هروب من حالة التوتر إلى حالة السكينة التي تجلب التوتر أقوى، وتجلب يعني في حالة يعني السكينة اللحظية التي يعقبها توتر أكبر، يدفع بالفرد إلى البحث أكبر بشكل أكثر وبشكل أكثر كثافة، مما يؤدي به إلى السقوط في حلقة مفرغة بين المتعة وبين البحث عن المتعة وبين تدمير الجسد. لما لذلك من تأثير ثانوي على الجسد على جميع الأعضاء، سيؤدي لاستهلاك طبعا في البداية إلى إلى لحظة متعة، تليها مرحلة اعتمادية أو مرحلة يعني ارتباط بالمادة، تليها مرحلة سعي حثيث للحصول على المادة والحصول على الأموال من أجل شراء المادة بكل وسائل التي قد تتطور أو إلى العنف أحيانا من أجل الحصول على هذه المادة، وإلى السرقة وإلى غيرها من السلوكات. لكن الحصول على المادة يؤدي إلى المزيد من الاستهلاك، هناك رفع دائم للجرعة، يعني هناك بحث عن المتعة، وهذه المتعة تتضاءل وتتناقص كلما استهلكنا، لكن يتولد لدينا إحساس وقناعة لدى المستهلك بأنه كلما رفع الجرعة أكثر كلما حصل على المتعة أفضل، وبالتالي ترتفع الجرعة إلى أن يصل أحيانا إلى ما يسمى بالجرعة القاتلة أو الأوفردوز، يعني الجرعة التي تؤدي إلى القتل. وطبعا هذا على صعيد الفرد، لكن على صعيد المجتمع فهذا قد يؤدي إلى تفكك أسر، هذا قد يؤدي كذلك إلى عنف يرتكب من أجل الحصول على الأموال للمادة، هذا يؤدي طبعا إلى ازدهار هذه التجارة، إلى ظهور تجار جدد، إلى الباحثين عن الثراء السريع، وهذا يؤدي إلى اختلال في موازين الضبط الاجتماعي وفي آليات الضبط الاجتماعي، وهذا سيؤدي طبيعة الحال إلى حالة من الانهيار الاجتماعي، وهذه النتيجة النهائية التي نحن نعمل ونرغب ونسعى بل ونأمل أن لا يصل لها لا مجتمعنا ولا أي مجتمع على هذه الأرض. طيب، عندما نصل إلى
إلى الذروة التي تسمى بالإدمان والبحث عن الجرعة الزائدة. هنا قد نفقد الكثير من المقومات العقلية ومن المبادئ كذلك. ربما قد تسقط بعض الاهتمامات أننا كنا نقدر فلان ولم يعد أمامنا خيار إلا أننا نمارس له. هل باختصار، هل هنا ينتقل الفرد من فرد سوي إلى مجرم بالصدفة أو مجرم بالحاجة؟ يعني قد ينتقل فعلا الفرد إلى شخص سوي، من شخص سوي إلى مجرم اضطرارا. اضطرارا، اضطرارا. نعم. نعم، ربما هذه الكلمة تفتح لنا أفاقا أخرى للوقوف عندها ضمن إضاءات نفسية ضمن برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم في اللقاءات المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذي الفاضل، شكرا لكم على هذه الفرصة وبارك الله فيكم. شكرا وموفقون بحول الله. بهذا مشاهدينا الأفاضل نصل إلى ختام برنامج ضحى لقناة القرآن الكريم من شبكة قنوات التلفزيون الجزائري، إلى أن نلقاكم في العدد المقبل. تقبلوا تحية الجميع، يومكم طيب وإلى اللقاء. فضلك جود